اذا هون سكرنا بدنا نسكر اللوب. قبل ما نسكر اللوب بس خلينا نبين شغله، انه ما كانش عندنا ستيدي ستيت ايرور. احنا صحيح ما كان عندنا مشكله ستيدي ستيت ايرور بهاي الحاله، بحاله هذا السيستم مزبوط ما عندنا هون ستيدي ستيت ايرور. هلا لما سكرنا اللوب، لما نسكر اللوب راح نلاحظ اختلف عندنا الريسبونس. اذا كلوز لوب يوزنج اي سنسر فور فيدباك راح يصير عندنا ريسبونس مختلف. جينا طلعنا هذا طبعا هون الزمن هذا تايم. بس طلعنا على الاوبن لوب ريسبونس كانت عندنا مشكله الاساسيه في هذا الاوبن لوب سيستم. هذا بتذكر انه ثيرد اوردر سيستم عندنا فيه هون بطيء جدا الريسبونس تبعه والرايز تايم طويل. حتى نحسن منه جينا هون سكرنا اللوب حطينا فيدباك واستعملنا مثلا بروبورشنال كنترولر، وهذا هون قيمة الفاريبل اللي عم نتحكم فيه سواء كانت ديزايرد او الاكتشوال. هون تحكمنا فيه ودخلنا هون انبوت، فالانبوت عندي نفس الطريقة راح ادخل 1 2 3 بنفس المكان هذا اللي هون، وهذا اللي هو الانبوت اللي هو الديزايرد فاليو. راح نشوف الريسبونس الان بالحالة هاي بعد ما احركه وازيد بي مثلا هون باي انكريسنج بي راح نلاحظ انه في عندي تحسن واضح في الريسبونس تبع السيستم، لكن في عندنا اوفر شوت وعندي صار ستيدي ستيت ايرور. اذا هون راح نحط هلا هاي حتى نوضحها، هذا عندي هون ستيدي ستيت ايرور، وبعدين راح امد خط من هون من التكريم. هذا هون ستيدي ستيت فاليو، هذا الفاينل فاليو راح يوصل له. هذا وعندي كمان راح امد خط من هون هاي هيك. ومتذكرين هذول سميناهم A و B. فعندي صار هلا price time has improved. هلا باي using a P controller او proportional controller بي، وراح احط عليها هاي الشحطه من هون. فكان بقول انه البي احنا نغيرها، نغير البي بنعالج البي حتى نغيرها. عندي هون هلا شو بنشوف؟ بنشوف رايز تايم هاز امبروف او ريديوسد، يعني رايز تايم هاز امبروف ريديوسد. واضح هون لو بدي اطلع على الرايز تايم اعرفه من الشكل، راح اعرفه بالشكل التالي. راح ناخذ هون هاي نقطة التقاطع، راح انزل هاي خط هون من نقطة التقاطع، راح انزل خط من هون، وهذا صار عندنا الرايز تايم. في هنا قديش كان الرايز تايم هون؟ واضح انه الرايز تايم تحسن، بس صار عندي الان مشكلة اوفر شوت. صار هلا وي هاف ان اوفر شوت، هذا ما بدنا اياه، انديزايربل. عندي هون اوفر شوت، راح نرمز له بالرمز ام بي بيرسنت وهو يساوي اي على بي. اي قيمة الفاليو فوق ستيدي ستيت فاليو تبع السيجنال. وعندي كمان صار عندي مشكلة ستيدي ستيت ايرور، هاي المسافة اللي هون ستيدي ستيت ايرور من هون وهاي، وعندي اوفر شوت وعندي هون ستيت كمان هذا عم يطالبوا. فهدول هذا طبعا هذا جيد، هذا هو المشكلة وهذا المشكلة. اوكي، هلا بدنا نحاول نعالج هدول الأشياء. إذا عندنا هذا الأثر تبع البي كنترولر،